يعطيكم العافية. سؤال التحدي اليوم موجه لطلاب الأدبي في مادة اللغة العربية التخصص، تحديداً في وحدة التصغير. طالب منك تصغير كلمة أروقة اللي واردة في عبارة ما أجمل المشية في أروقة القدس، الله يرزقنا وإياكم زيارة الأقصى قريباً. كلمة أروقة حتى أسهل عليك، الكلمة جمع وليست مفرد، اتعامل معها حسب نوع الجمع وبناء عليها بدك تصغرها. الخيارات أريوقة، ب أريقة بتضعيف الياء، جيم رويقات، ودال رويقات برضو بتضعيف الياء. يعني بتمنى من الجميع يحاول الإجابة عليها مش سماعيا، كنت أحذر سيبوكم من السماع وامشوا على حسب قاعدة معينة بإذن رب العالمين، ربي يهديكم للإجابة الصحيحة، وبعد كم يوم إن شاء الله أنا بعطيكم الإجابة الصحيحة عليها. ربي يوفقكم ويعطيكم ألف عافية.